إن أي كلمة تخرج من فيك وينطق بها لسانك، إما أن تجني من ورائها الخير والحسنات، وإما أن تحصد من ورائها الشر والسيئات. إما أن تكون كلمة تساهم في جمع الكلمة وإصلاح المجتمع، وإما أن تكون كلمة سبباً في الشتات وفرقة المجتمع. كم من كلمة فرقت بين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وبين الزوجة وزوجها، وكم من كلمة أيضاً كانت سبباً في إصلاح العلاقة بين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وبين الزوج وزوجته. فقبل أن تتكلم بالكلمة تفكر، هل فيها خير وإصلاح ومن ورائها الخير والحسنات، أم هي شر وإفساد ومن ورائها الشر والخراب والويلات؟ رحم الله كل محب للخير ومساهم في نشره، بارك الله فيكم جميعا.